السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة Animal World. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب. فيديو النهاردة هيكون عن الحلقة الثالثة من الحياة البرية، وهي عن الثعلب الرملي او الروبل فوكس او ثعلب روبل. بالنسبة لثعلب روبل، هو من الثعالب المتوسط الحجم، بيتشابه مع ثعلب الفنك في سلوكه وصفاته، وبيعيش في شمال افريقيا والشرق الاوسط. طبعا بيتميز بالعزلة في المعيشة، وبيبلغ متوسط العمر بتاعه في البرية 7 سنين. طبعا هنعرف كل حاجة عن ثعلب الروبل من حيث الموطن بتاعه وصفاته وغذائه والتكاثر بتاعه. موطن ثعلب روبل بيعيش في شمال افريقيا والشرق الاوسط زي ما قلنا، من موريتانيا، وبيعبر طبعا دول المغرب، الجزائر، وتونس، وليبيا، وبالإضافة لمصر والسودان ومالي وتشاد والنيجر والصومال والسعودية والإمارات وقطر وعمان واليمن والأردن والعراق وسوريا، وصولا لباكستان وأفغانستان. ويفضل ثعلب روبل العزلة والانفرادية. بالنسبة للصفات، ثعلب روبل إن هو متوسط الحجم بتاعه من كيلو جرام إلى 2 كيلو جرام، طوله بيوصل ل50 سنتي، وهو أصغر من الثعلب الأحمر اللي احنا اتكلمنا عليه، وليه ودان كبيرة، وديل كثيف وطويل، وفي شبه كبير مع ثعلب الفنك. بالنسبة لغذاء ثعلب الروبل أو الساند فوكس أو الثعلب الرملي، من هو أكلات النبات والحيوانات، يتغذى على الدرانات والجذور والثدييات الصغيرة والزواحف والبيض والعناكب والفراخ والحملان والماعز. بالنسبة لتكاثر ثعلب روبل، إن هو بيكون فترة الحمل بتاعته من 51 لـ53 يوم، وبيولد من 2 لـ3 ثعالب تحت الأرض في جحور صغيرة، وبيبلغ ما بين 6 لـ8 أسابيع. فيديو النهاردة خلص، أتمنى يكون عجبكم. أشوفكم على خيرة الله في الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.